التشدد في الإجراءات الاحترازية بعد ضم مناطق جديدة للعزل الكلي وتمديد الحظر الجزئي وتوقف النشاط الاقتصادي لفترة طويلة بدأ القطاع العقاري يتأثر سلبا، حيث تم فسخ العديد من عقود البيع اللي تمت قبل الأزمة، إما بسبب توقع نزول أسعار العقارات أو رغبة المشتري الاحتفاظ بالكاش بدل العقار في الفترة الحالية، وأيضا عزوف معظم المستأجرين عن سداد الإيجارات وتضرر الملاك من عدم قدرتهم على تحصيل الإيجارات وعدم قدرة العديد من الشركات الاستمرار بالفترة القادمة. لذلك تغيرت نظرة المستثمر بعد أن كان ينظر إلى العوائد قبل الأزمة، ومع بداية الأزمة يقبل بأقل الخسائر، اليوم أصبح يخشى العواقب. وبحسبة بسيطة للسنوات الماضية، التداول العقاري كان أكثر من 3 مليار دينار بالسنة، ومع توقف النشاط العقاري بالكامل في الـ4 شهور الماضية يعني فقد السوق أكثر من 1 مليار دينار تداولات في الصفقات العقارية، وأعتقد من الصعب هذه السنة نعوضهم. إذن يجب على المسؤولين الموازنة بين إعادة فتح الاقتصاد من جهة وإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة من جهة ثانية، ولا بد من النجاح بتحقيق هذا التوازن الدقيق بين الجانبين. ومن الضروري إعادة النظر في العزل ومدته مع نشر ثقافة التباعد الاجتماعي، وهي مسؤولية الجميع. ونأمل أن لا يتوقف النشاط العقاري مدة أطول عشان نقدر نتخطى فترة الركود وما نحتاج إلى فترة طويلة نتعافى من هذه الأزمة.